اليوم كانت إحدى جلسات المحاكمة في إطار ما يعرف بملف حادة السردي، والذي كنا قد تقدمنا بشكاية إلى السيد الوكيل العام بهذه المحكمة من أجل الطعن في الزور في وثائق استعملت في تزوير عقار ما يعرف ببلاد حادة السردي. هذه الشكاية اللي تم الإحالة ديالها على الفرقة الوطنية اللي أجرت أبحاث في هذا الملف لتبين بأن منتحلات الصفة بأنها منتحلة الصفة في البيع بأن لا تتعلق بحادة السردي وإنما كانت شخصيات أخرى. من بعد تحال الملف على السيد الوكيل العام بهذه المحكمة في إطار تقديم الذي أحيل في إطار مطالبة بإجراء تحقيق على السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة الذي أصدر بدوره أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات والذي استنفته النيابة العامة، ثم بعد ذلك أحيل على غرفة الجنايات في إطار الملف الرائج لجلسة يومي. هذا الملف في الأطوار ديالو عرفت مجموعة مداخلات ديال الزملاء اللي كانوا ولا المطالب المتهمين في إطار الدفوع الأولية والدفوع الشكلية، يعني تخذات الكلمة المتهمين. بعد ذلك كانت اليوم الكلمة ديال السيد الوكيل العام هي الكلمة اللي كانت شاملة وجامعة في إطار الرد على ما أوتير من في إطار الدفوع الأولية والشكلية من طرف المتهمين، كما تم يعني تناول الكلمة في إطار الرد من طرف دفاع المطالب بالحق المدني، وهو ما تم تأخير الملف لإتمام التعقيب على كلمة السيد وكلمة المطالب بالحق المدني إلى جلسة لاحقة. يمكن أن أختصر لكم هذه الدفوع المتعلقة ببطلان إجراء التحقيق في مادتين أساسيتين، والمادة 234 من قانون المسطرة الجنائية لكتحيل بدورة على المادة 227 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يعني أن هذاك القرار ديال الغرفة الجنحية اعتبرته هو قرار تطهيري لما سبقه من إجراءات. اليوم الجلسة خصصت لتعقيب النيابة العامة على الدفوع الشكلية التي تقدم بها المتهمون فيما يخص بطلان إجراءات التحقيق وبطلان محاضر الضابطة القضائية وفقا للفصول المسطرة في الدفوع التي تقدموا بها. اليوم خصص السيد وكيل العام المرافعة دياله للرد على النقط التي أثيرت بخصوص البطلان. السيد وكيل العام صراحة المداخلة دياله كانت شافية كافية وأطرها في إطارها القانوني بالفصول القانونية وكذلك بالاجتهادات القضائية. السيد وكيل العام وضح فيما يخص بطلان إجراءات التحقيق بأن الفصل 227 قد أغلق الباب على مثيري الدفع كي يتقدموا بالبطلان أمام غرفة الجنايات، لأن الدفع من هذا القبيل كان حري بمثيريه أن يتقدموا به أمام السيد قاضي التحقيق أو أمام الغرفة الجنحية، لأن هذا الملف أحيل على غرفة الجنايات من الغرفة الجنحية، وبالتالي معلوم قانونا أن الغرفة الجنحية تطهر مسطرة التحقيق من جميع الشوائب بما يجعل الباب مغلقا أمام المتهمين كي يثيروا البطلان أمام غرفة الجنايات. لا حق لهم إلا فيما يخص الفصل 524 الذي منحهم هذه المكنة شريطة ألا يتعلق الأمر بالدفوع المتعلقة بالفصل 227. هذا فيما يخص إجراء التحقيق. فيما يخص إجراءات الضابطة القضائية، أثار السيد وكيل العام أمام المحكمة الموقرة في معرض رده على الدفوع المتعلقة بخرق إجراءات الحراسة النظرية وكذلك بخرق إجراءات المنصوص عليها في الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية، بأن فترة الحراسة النظرية وكذلك الإجراءات فيما يخص الإشعار وفيما يخص القرار كانت كلها إجراءات سليمة ولم يشبها أي خرق من الدفوع التي أتت على لسان المتهمين. فيما يخص الإشعار
أتى السيد وكيل العام بالدليل والحجة فيما هو مدون صلب المحاضر، تم إشعار كل متهم من قبل أحد ذويه، وكذلك بتضمين لأرقام الهواتف المتصلة بها فيما يخص عملية الإشعار. فيما يخص فترة الحراسة النظرية، كذلك أثار السيد وكيل العام أن فترة الحراسة النظرية تم احترامها قانونا فيما يخص الإشعار، فيما يخص اتخاذ القرار، فيما يخص المدة الزمنية، فيما يخص كذلك إجراءات إمكانية إشعار المحامون. أثار السيد وكيل العام وبالدليل من خلال محاضر الاستنطاق أن جميع المتهمين كانوا مؤازرين بمحاميهم خلال جميع الجلسات، ولم يثير أي منهم لا بطلان أي إجراء أي دفع فيما يخص بطلان أي إجراء من الإجراءات. وكذلك كان المتهمون أمام غرفة الجنحية ممثلين بدفاعهم، ولم يثير أي متهم أي دفع فيما يخص البطلان الذي أثير أمام هذه الهيئة. ليخلص الوكيل العام أن الإجراءات كلها التي تم سلوكها انطلاقا من الضابطة القضائية أثناء أمام النيابة العامة وأمام السيد قاضي التحقيق كلها إجراءات احترم فيها القانون، وأحيل الملف على السيد على غرفة الجنايات بشكل سليم ودون أن يمنح للمتهمون أي فرصة للطعن من الناحية القانونية للطعن ببطلان الإجراء سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام السيد قاضي التحقيق. وأعطيت الكلمة للأطراف المدنية كذلك، وتبنينا كل ما جاء في مداخلة السيد الوكيل العام، وأوضحنا أن وأثير نقاش بخصوص أحقية الطرف المدني في التعقيب على الدفوع الشكلية لنرد بالقانون. كذلك أن المادة 324 أعطتنا الحق للرد طبقا للقانون، كذلك الدستور أعطانا الحق في إطار مبدأ حق تقاضي، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أعطانا الحق بجعله جميع المتقاضون سواسية أمام القضاء، وبالتالي جميع المشاحنات وكذلك التي أثيرت بخصوص هذه النقطة تدخل في إطار شراسة الدفاع، وهو حق مكفول للجميع ولا يفسد للود قضية كما يقال. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.